كان وجوده شيء أساسي. طبعا أنا قلت لك الكلام ده في البداية أول ما ابتدينا إن إحنا نفكر، لأن هو ليه أسلوب متميز وبيخلينا فعلا في حالة انصات كلنا، في حالة تركيز، بنعمل فلاش باك في حاجات كتيرة جدا بتمر في حياتنا، وبنتخيل إن إحنا بنسمع الكلام ده من القلب للأجل. شكرا للدكتور الباحث الأستاذ مصطفى. ونقول له حسبي الله ونعم الوكيل. ده شعارنا طبعا. وجود الأخ كرم الجعفري، أيوة، لحظة الظهور دي هي اللي أنا بحبها في أي نهاية. فجأة بيلاقي الشخص اللي أنا بقصده، بقول له أهلا بكم مرحبا، أنت كنت أول الحضور مع الأستاذ علي، فطبعا مش معقول وأنت موجود النهاردة، يعني مش هتدينا انطباعاتك اللي احنا نحب نسمعها. وطبعا اللقطه اللي انا عملتها ديت محفز ايجابي لمجموعه ابو هور عشان يعرفوا ان هو ده الاسلوب بتاعي. طبعا انا بعد ما هقعد الاستاذ كرم هستاذن المستشار احمد كامل بعد المداخله اللي هو عملها، ان هو برضك هيقول لنا عن الانطباع، ثم هننتقل لاستاذنا واستاذي انا بالذات، يعني الحمد لله اللي انا اعترف له واشهد له، احمد حسن عمر. ثم هيكون معانا فقره الداعيه، هي المفروض كان معادها غدا ولكن بوجوده النهارده هنستفيد بتوجده، يعني ان شاء الله. فهنشوف انطباع الاستاذ كرم الجعفري. بلاش المايك. وكل سنة وانتم طيبين. استاذ رضا اصله صديق شخصي وعارف ان صوتي اجش. عايزين نسمع صوت الاجش ده. لا انا مش هقول شيء لان انطباع. بصراحه غير مهيئ اليوم دي. لا انا بالظبط كده، وانا نفسي مش متمرن. انا مهما اتكلمت عن النوبيين مش هقدر اوفيهم حقوقهم، و المقربين مني عارفين ان انا لما باجي اتكلم عن حد قريب مني جدا بتكلم على، يعني بتكلم على الورق اكتر ما بتكلم على الهواء. بحب من حبي للكتابه ممكن اقول وابدع في، مش صالون ابدع يعني، لا ممكن ابدع في الكتابه اكتر من ان اقول قدام الجمهور. عندي تشبيه كده كنت قايله للاستاذ كمال من كام يوم وحابب اقوله دلوقتي، بس يعني اعذروني فيه. زمان وانا في الدراسه كان ليا 2 اصدقاء نوبيين، لحد وقتنا هذا بنتواصل رغم ان الحياه بتاخد ناس كتير، وزي ما قال الاستاذ مصطفى عز بيتوه ناس كتير في الطريق وبيسقط مننا ناس كتير، لكن انا اقول ان استاذ ذهب المجرابي واستاذ كمال كباش بالنسبه لي من ساعه ما عرفتهم من 2018 لحد دلوقتي عندي تشبيه، هو على قد يعني بعتبرهم زي ضرفتين باب فتحتهم، انا بايدي فتحتهم على عالم تاني غير العالم اللي انا كنت عايش فيه. ردا على الدكتوره صفاء وهي بتقول انتوا ليه بتحسسونا ان انتوا ملكوت واحنا ملكوت تاني، مع احترامي للدكتوره بس اقصد ان ايه، من معاشرتي للناس اللي هم غير نوبيين انا حسيت ان النوبيين دول فعلا جولنا من كوكب اخر. الله يخليك. لدرجه ان انا ما تسقفوا له الدم بيحن، الدم بيحن، هو عندهم انتوا الدم بيحن، عندنا احنا اللون بيحن. وفي حاجه دي برضه بالنسبه للون بيحن، ان استاذ كمال كرباش معرفتي بيه في دار الاوبرا، انا كنت معزوم عن طريق حد من الاصدقاء، فانا دخلت كده يعني بالبلد كده استحبت لما لقيت واحد في القاعه اسمر، كان دي اول معرفه استاذ كمال من غير ما، من بدون اي مقدمات. انتوا بتنجذبوا.
بالظبط كده زي المغناطيس. برافو على حضرتك. احنا زي المغناطيس بالظبط كده. انا ممكن ببقى ماشي ساعات في الشارع او في مواصله والاقي واحد اسمر انا ما اعرفوش. اول مره انا جوزي كان اسمر الله يرحمه وما كانش نوم وكان اسمر من عم كمان بكتير يعني. فما ما تاخدش بالشكل خد بالك يعني. لا ما اقصدش ما اقصدش ما هطيبه ايه زي انا زي ما استاذ احمد حسن حمر قال كده ان احنا من جوه بيت ومن بره ثوم. مش انا لسه اقول لك لسه اتكلم اتفضل تمام. فموضوع المغناطيس اللي حضرتك بتقولي عليه انا ممكن ابقى راكب مواصله واحد ما شفتوش غير يعني اول مره اشوفه ممكن ما اشوفوش تاني في حياتي لكن تلاقيني سلمت عليه او ابتسم لي لو في بعد مسافه بتاع ده هو ده اللون اللي بيحن زي ما انتم كده بتقولوا الدم بيحن. فاللي عايز اقوله ان استاذ ذهب واستاذ كمال بالنسبه لي انا فتحت عالم جديد بالنسبه لي. ده هما كدرفتين باب. واول ما دخلت المكان ده لقيت نافوره الميه استاذ سيد جمعه بيطلع زي تخيلته زي نافوره ميه بيطلع بقى الخير كله لايه لعالم تاني تمام. لدرجه ان انا قلت برده الاستاذ كمان من كام يوم ان انا بفكر يعني في روايه انا هالفها ان شاء الله اذا كنت بقيت روايه يعني مسميها ملائكه الارض بتوصف الناس دي. ملائكه الارض دي انا واثق ان هي لو كملتها وبقت روايه فعلا اغلبيه الناس اللي هم خارج الاطار النوبي هيقولوا ان الروايه دي من وحي الخيال لانه مش هيصدقوا ان فعلا في ناس بتعمل كده. لان لما بتيجي تحكي على حد نوبي وده عمل وسوى وبتاع يا عم انت بتتكلم في ايه ده الكلام ده كان زمان ايام جدي وجدك. بيحس منك او هو بيستشف منك ان انت بتحكي على حد هو مش موجود اسطوره. لا موجود كده بدليل انك زهقتني في المترو من ادبك بصراحه استاذ علي فاروق الشهير بالمناقرزاتي يعني والله احد الناس كلها على اساس ان انا كنت ايه الكمساري بتاع المترو. واشكركم وكل سنه وانتم طيبين. هو خجلك ده نوبي